مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو إنكوغنيتو؟ ما هي ميزات إنكوغنيتو؟ ما هو إنكوغنيتو؟ يعمل على إنشاء بنية أساسية للخصوصية وتطبيقات للويب 3، تم إطلاقه في نوفمبر عام 2019. ما هي ميزات إنكوغنيتو؟ يعمل إنكوغنيتو على البلوكشين الخاص به مع الإنتاجية المصممة لتوسيع نطاقها خطياً مع عدد القطاع لتقديم خصوصية عبر السلاسل للعملات والتطبيقات المشفرة الأخرى يمكن تشغيلها البيني على نطاق واسع. ينفذ إنكوغنيتو متغيرات محسنة من إثبات الحصة وPBFT وBLS في طبقة الإجماع، ويحقق الخصوصية باستخدام تواقيع الحلقة وعناوين التخفي والمعاملات السرية والأصول السرية. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.